الهندسة الاجتماعية، وهي خداع شخص وسرقة معلومات معينة من خلال اختراق عقله. بس شلون يصير كل هذا؟ خليكم معانا. حتى نتعرف على الموضوع راح نعطيكم مثال بسيط. شخص اسمه محمد جالس بأحد الكوفيهات يشرب قهوة، وسمع أشخاص جالسين على الطاولة اللي بجانبه. واحد يقول للثاني: اليوم عطلت عند الطابع على الشركة وراسلت الدعم حتى يجون يصرفوها، ولكن ما ردوا للأسف. مع العلم كلش محتاجين هالطابعة. وكان يرد عليه صديقه: انت بعدك تشتغل بشركة المتحدة للسياحة؟ جاوبه نعم. فسمع محمد الكلام وعرف ان الشخص اللي بجانبه يشتغل بشركة المتحدة للسياحة وعدهم طابعة عاطلة محتاجين تصليحها ضروري. ثاني يوم اتصل محمد على الشركة وسألهم: انتوا عندكم طابعة عاطلة وان البارحة اتصلتوا على الدعم بس ما صارت فرصة للصيانة، ممكن نساعدكم اليوم بالتصليح اونلاين؟ اكيد ورحوا الشركة لان الصيانة اونلاين اسرع واسهل. طلب محمد ان يتواصل مع الشخص اللي جالس على الطابعة، طلب منه سيريال الطابعة وكان ينطو سيريال، وايضا طلب منهم اي بي يوزر وباسورد الحاسوب المربوطة عليها الطابعة حتى يتم تحديث البرنامج. وتم تزويد محمد بالاي بي واليوزر والباسورد، وجاوبهم محمد: سيتم حل المشكلة خلال 24 ساعة. استطاع محمد اختراق الحاسوب وزرع برنامج خبيث يسحب ويراقب جميع معلومات الشركة بشكل سري بدون أن تحس الشركة. وخلال شهر تم سحب جميع كلمات المرور، بيانات العملاء، وبطاقات الماستر كارد، بل كان يحجز تذاكر طيران كل أسبوع تذكرة ويسدد من بطاقات الماستر المحفوظة بالحاسوب. ولأن الشركة تحجز هواية تذاكر ما راح تحس بحجز محمد. أيضا كان يفتح حسابات السوشيال ميديا الخاصة بالشركة ويعرف كل تفاصيل وتحركات الشركة، وتعرف على تواريخ الرحلات وكم الأرباح مع أرقام ومعلومات الزبائن السابقين واللي هم بالآلاف. اتصل محمد على الزبائن شخص شخص وبلغهم أنهم مسافرين مع شركة المتحدة إلى فلان وجهة وفلان تعريف، قدم لهم عرض تذكرة إلى دبي بسعر 20 دولار فقط. محمد برمج موقع بسيط مشابه لواجهة موقع الشركة وربط فورم التسجيل والدفع حتى يتأكدون الزبائن ان الموضوع من قبل الشركة الأصلية، فدفع اغلب الزبائن المبلغ اونلاين عن طريق الماستر لثقتهم بالشركة ورغبتهم بالعرض، فجمع محمد مبلغ هائل من الزبائن. اتصلوا الزبائن بالشركة واتسروا بالموضوع ورفعوا الشركة انه قد تم الاختراق. مباشرة الشركة غيرت كلمة مرور الحاسوب وكلمات مرور السوشيال ميديا، ولكن للأسف بعد فوات الأمان، لأن محمد زرع برنامج خبيث يرسل إلى أي باسورد جديد أو بالأحرى أي شيء ينكتب بالكيبورد، وبقى مستمر بالاختراق وهالمرة الهجمة غير شكل. شفر محمد جميع معلومات الحاسوب من خلال فيروس الفتية وطلب مبلغ من المال حتى يفتح البيانات، وطبعا الشركة مضطرة تدفع لأن بيانات العملاء والزبائن والرحلات كلها مخزنة بالحاسوب، لذلك تم دفع المبلغ وفتح البيانات بعد خسارة هائلة للشركة. اللي صار بين محمد والشركة هو الاختراق بالهندسة الاجتماعية، حيث يمكن تلافيها من خلال الأمن السيبراني اللي هو راح يكون محور دورتنا. طبعا هواي اكو تدابير كان ممكن تسويها شركة المتحدة تقدر تخلصها من الخسارة الكارثية. ممكن يخطر بذهنك مجموعة من الأسئلة: معقولة هيج سالفة بالكوفي سبب هالكارثة؟ معقولة الشركة معتمدين على الموظف الضعيف معلوماتياً؟ معقولة هالشي ممكن يصير أصلاً؟ إيه نعم ممكن يصير، بل ممكن تصير أمور أعمق من هيج، وهالشي صاير بشركات عملاقة مثل شركة أمازون الشهيرة، وأيضاً ممكن يصير بدول كبرى مثل ما صار بالهجوم السيبراني على شركة مايكروسوفت يوم 8/9/2024، وتعطلت جميع برامج شركات السياحة بأمريكا وتوقفت 50% من شركات الطيران بالعالم وسببت خسارة بالمليارات. وبالأخير تبين أن شخص من داخل الشركة سرب بيانات البرنامج لشخص آخر بالخطأ، وبعدها تم اختراق شركة مايكروسوفت العملاقة أيضا مثل ما صار بثغرة البيجر اللي سببت كارثة بعموم لبنان. من خلال هذه الدورة راح نتعلم شلون نحمي نفسنا من الاختراق، أيضا راح نتعلم بعض التدابير المهمة والسهلة اللي ممكن تحمينا على المستوى الشخصي كذلك الشركات والمؤسسات من الاختراق. بإمكانكم تطلبون كورس الأمن السيبراني من الرابط الموقع مع الوصف. نلتقيكم في المحاضرة الأولى من كورس الأمن السيبراني.